بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني، يلا ننعش الأرواح ونسعد النفوس بمدح سيدنا رسول الله. يعني مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القلب مليئا بالبهجة والفرحة والسرور، ولم لا ونحن نمدح الحبيب المحبوب. تعالوا نسمع كده مقدمة المولد النبوي الشريف، خصوصا ونحن في ذكرى مولده، من الشيخ أحمد، فليتفضل. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله والشكر لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والعناية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العليا، فكان للأنبياء مبدأ وللمرسلين ختام. خير البرية نظر إليّ، خير البرية نظر إليّ، ما أنت إلا يا طه كنز عطية، ما أنت إلا يا طه كنز عطية، يا بحر فاضل وتاج عدل، يا بحر فضل فضل وتاج عدل، جدني بوصل يا حبيبي قبل المني، وصلني يا حبيبي قبل المنية. خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا يا طه كنز عطي، أنت إلا يا طه كنز عطية، أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي، ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حبي
قلبي يا حبيبي بالذكر حيا خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز عطية ما أنت إلا يا طه كنز عطية اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير البرية ويا كنز العطية صلوات ربي وسلامه وتحياته تدومان عليك حق قدرك ومقدارك العظيم. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ احمد؟ ما شاء الله يرضى عنك يا سيدي. الله ان شاء الله ربنا يبارك فيك وينفع بيك ان شاء الله ويبارك في اولادنا وبناتنا جميعا. وخلوا أولادكم يتربوا على حب القرآن وحب سيدنا النبي وأهل البيت سيسعدوا ويفوزوا في الدنيا والآخرة. اللهم رب لنا أولادنا ورب لنا بناتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع تاني لأحمد نستمع مرة تانية الأنشودة أخرى. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.